وإبراهيم عليه السلام هو الأب الحقيقي لمن بعده من الأنبياء جميعا. كلم أبو منه إبراهيم عليه السلام. زوجاته اثنين، الأولى منا منه سارة وبنطقوها بالتخفيف، نحن هسه بنسمي بناتنا شنو؟ سارة بتشدة صح؟ الصحيح سارة، سارة بالتخفيف. دي زوجته، مشى نزل بها يوم من الأيام في ملك من الملوك، وزول يعني ظالم ومجرم، وكانت امرأة وضيئة جميلة. أول ما دخل من عادة الملك إنه لو جيت بزوجتك بيقلعها منك، فقام قال لي إذا دخلت على الملك قولي له ده أخوي ما بيقلعها كده. أول ما دخلت عليه قالت هذا أخي، لأنه هم إخوة في الإسلام. قال لها فليس في الأرض مسلم إلا أنا وأنت، ما في مسلم غيرنا ونحن إخوة في الإسلام، قولي أخوي. فقالت هذا أخي، فمد الملك يده عليها، قال فدعت الله سبحانه وتعالى، اللهم إني أسلمت لك فاحمني وحصني. قالوا فانعكست يد الرجل لحد ما بقى بيحنس فيها، قال لي بس أدعو الله يرجع لي يدي دي ما بسألك. فدعت الله فرجعت له يده، تاني مد يده، تاني يده تلوت، تاني بقى بحنس فيها، قال لها بدعي الله يفكني ما بحصلك. المرة الثانية والمرة الثالثة عمل كده، لحد ما في الثالثة قال لهم خذوها عني، الناس جابوها لي قال لهم دي شولوها، إنما أتيتموني بشيطانة شيلوها مني. فخرجت فجاءت إلى إبراهيم عليه السلام قالت لقد أخذ الله عدوه ووهبنا وليدة. وليدة يعني شنو؟ يعني أما، يعني أهدلينا أما وخادمة تخدمنا، اللي هي اسمها هاجر بالفتحة. إحنا بنقول شنو؟ هاجر صح؟ هاجر بالفتحة، أهدلهم هاجر. فكانت وليدة له، يعني هي أما عنده. فأخذها إبراهيم عليه السلام فولد منها إسماعيل. إذن إسماعيل أمه منه؟ ما سارة الكبيرة الزوجة، لا، من الأمة هاجر، دي أم إسماعيل الذبيح. فغارت أمنا سارة، النسوان طبعا طوال بغيرة إنه دي يا دوب جبناها وكمان تلد الولد، والمرأة اللي عندها الولد ما زي المرأة اللي ما عندها، وبتأخذ بقلب زوجها. فغارت فأرسلها بولدها إلى أرض بعيدة، وحصلت القصة الكل نحن عارفينها في زمزم، وبقت تجري هاجر من الصفا إلى المروة، ولحد ما نبعت مويه زمزم لمنو؟ لإسماعيل. ولا